بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله المشاكل والحلول، وهنيجي لنقطة مهمة جدا جدا من ناحية التنظيم، وهي كالتالي: Don't ever forget comments and ordering of elements. ما تنساش التعليقات وترتيب العناصر. هنفترض إن أنت على سبيل المثال في الملف الإنجليزي عندك comment اسمه start header، هو السيلكتور اللي اسمه header، جوه الهيدر في عندك H3، بعد ال H3 في عندك باراجراف على سبيل المثال، ده الترتيب بتاع صفحتك. وجيت انت خلصت وعايز تبدأ موضوع ال RTL بطريقتك، مش بطريقة الكورس اللي احنا شغالين عليها والبيست براكتس. رحت عملت ايه؟ خدت الهيدر H3 ورحت مظبطه في ال RTL هنا والحمد لله تمام. وفي شوية حاجات هنا انت تاني قلت ده انا لاحظت ان ال H3 اللي جوه الديف فيه مشاكل، تروح واخد ال H3 اللي جوه الديف هنا وتروح حطه كده. طيب جميل قوي، الليفت بقت رايت على سبيل المثال، وهنشيل الكلام ده. شوية كده بتقلب في الموقع لقيت مش عارف ايه تاني فيه اللي هو الباراجراف، راح واخد ده راح حطه هنا. جم عملوا تعديل في ملف التصميم الاصلي، ورحت انت محتاج كمان الهيدر تعدل عليه، تروح واخد الهيدر وحطه هنا. شايف؟ هو ده اللي بيحصل، وده انا شفته بعيني كتير جدا، ودي مصيبة يا عم. الموقع شغال RTL وزي الفل، انت زعلان ليه؟ زعلان من الترتيب. اللي بعديك هيجيله مغص وهيدي عليك وهيضيع وقت فظيع عشان يعدل. طب ليه انا ممشيش بنظام؟ ليه ممشيش بنفس اللي انا عملته هنا بالظبط؟ في كومنت اهو، في كل حاجه، خده زي ما هو كده حطه هنا. الهيدر ملوش تعديل، خلاص شيله مفيش مشكله. جه بعد ما عدلوا التصميم ظبطوه، احتاجوا ان احنا نعدل في الهيدر، فهاخد تعديل الهيدر تاني عادي، بس ما احطوش تحت هنا، احطه في مكانه السليم اللي هو هنا في الاول. بقى عندي الهيدر H3 بعديه، الباراجراف بعديه، الحمد لله ظبطت الدنيا بسهوله من غير اي تعب، دي مش محتاجه اوصيكوا عليها. طيب النقطه اللي بعدها نقطه مهمه وهتحتاج مننا شويه تعديلات. خلينا نشيل التنسيقات دي مش محتاجينها، وندخل على النقطه اللي بعدها ونقول له use inline block بدلا من الفلوت في حالة ان انت مش محتاج الفلوت. ايه ده؟ يعني ايه في حالة ان انا مش محتاج الفلوت؟ دي معناها ايه؟ هقول لك ببساطة معناها ايه. تعال ندخل على HTML ونعمل div اسمه parent وجواه اربع عناصر اسمهم child، وهاخد نفس الكلام ده في الموقع العربي هنا نفس القصة بالظبط، وهكتب هنا كلمة 1 وهنا 2 عشان تعرف بس مين الاولاني ومين التاني عشان ما تتلخبطش، وهنا 4 ونفس الكلام ده بعد ما كتبته وانقله هنا. تقول لي يا عم انت اصلا جايبه من هنا، اقول لك عشان هنا فاضي فمفيش مشكله ما تزعلش يعني. طيب عندي اربع ديفات وهنشوف احنا عايزين نقسمهم ازاي او نعمل بيهم ايه. انا هاجي هنا اقول له البيرنت، تحت البيرنت في عندي التشايلد. هتعمل ايه في التشايلد ده؟ هقول له باك جراوند كلر 3 دي مثلا، هقول له الويدث 25% العرض، الهايت 100 بكسل مثلا، ومارجن باتوم 10 بكسل. لحد هنا الديفات دي هتيجي تحت بعض، ده وضع البلوك العادي. لحد ما اجي اقول له اديني فلوت ليفت، هيحصل ايه في الفلوت ليفت؟ جم جنب بعض. سيبك من المسافات اللي بينهم، مش قصتنا خالص المسافات اللي بينهم دلوقتي. المهم ان كل واحد الويتس بتاعه 25 فالاربعه عملوا 100% زي الفل. هو انت عايز الفلوت عشان كده، زي الجريد سيستم الموجود في اطارات بيحتاج منك ان انت تخلي العناصر جنب بعض بالظبط عشان تقدر تقسم موقعك. ما ينفعش ان انت تروح تقول له ان واحد مثلا ويتس 25 والتاني 26 والتالت مش عارف ايه يزيدوا عن 100%، لو زادوا عن 100% العنصر ينزل تحت زي ما انت شايف كده. طيب خلينا زي ما احنا ونقول له display inline block ونلغي الفلوت ونشوف هيحصل ايه. بص ايه اللي حصل. الان لاين بلوك باي ديفولت بيعمل مسافه بينه وبين العنصر اللي بعده، شايف المسافه البيضاء دي؟ هي دي. طب المسافه دي مش محسوبه، انا مش عارف هي كام، فاصبح ان ال 100% عدوها، الاربع عناصر عدوا ال 100%، ولما تعدي ال 100% يحصل ايه؟ زي ما قلنا من شويه العنصر بينزل تحت. الكلام ده كله مش جديد عليك، الكلام ده كله انت عارفه 100% والمفروض انا ما اتكلمش عنه. طيب يبقى انا في اللحظه دي استخدم ايه فيهم؟ في اللحظه دي استخدم فلوت، انا هنا عايز فلوت. طب تعال نشوف برضو ايه عيوب الفلوت. هقول له فلوت ليفت، يعني الفلوت محتاجه ان انا اعدلها برضو. طيب بصوا 1 2 3 4 هاجي هنا بصوا معايا 4 3 2 1، هل ده صح؟ انا دلوقتي في موقع عربي
ما ينفعش ده، ما ينفعش يكون كده، فلازم اجي عند التشايلد واقول له فلوت رايت عشان يجيب لي 1 2 3 4 في العربي. يبقى انا في التعديل العربي هقول له البيرنت تشايلد ده الفلوت بتاعه بدل ما هو ليفت هيبقى فلوت رايت. عدلنا في العربي اهو، وهنا فلوت ليفت. فهاجي في الانجليزي مظبوط 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4 مظبوط والحمد لله. طيب في بعض الحالات بقى، تعالى بقى نتكلم عن بعض الحالات ان انا مش محتاج فيها الفلوت، انا مش عايز فلوت هنا خالص. زي ايه بقى؟ زي ان انا عندي الديف بتاعي اهو اسمه بيرنت وجواه تشايلد واحد او اتنين عبارة عن اتنين تايتل جنب بعض، مش هيملوا 100% ابدا، ومساحتهم معروفة اللي هي مثلا 25% على سبيل المثال. طب الحاجة دي ممكن تتعمل في ايه؟ زي ايه يا شباب ممكن نعمل؟ زي التاجز. لو انا عندي تاجات زي اللي انت بتشوفها في الورد بريس دي، تاجات كتير جنب بعض، كل واحدة فيهم مثلا على سبيل المثال فيها كلمة واحدة، فخليني ايه اعدلها لك سريعا سريعا، هسميها تاج ودي تاج، واروح اعملهم كده. طبعا احنا المفروض نعملهم باليو ال، بس انا بوريك الفكرة مش اكتر. كل واحدة فيهم فيها زي ما انت شايف كلمة واحدة بس، وهاجي هنا اقول له بدل تشايلد هقول له تاج. الباك جراوند واحد، الهايت مش هيبقى طبعا 100% او 100 بكسل عفوا، هنخليه 20 بكسل هايت 30 بكسل زي ما تحب. مارجن بوتوم 10 اوكي. الويتس بقى مش هيبقى 25%، لا انا هلغي ال 25% دي خالص، وهاجي هنا. طبعا هتحتاج ان انت في العربي تعدل التاج سريعا وننسخهم من هنا بالشكل ده، وهنشوف بقى امتى استعمل الفلوت وامتى استعمل ان لاين بلوك. بصوا جم جنب بعض اهم عشان انت عاملهم بالفلوت، مش محتاج هنا ان انت تملاهم 100%، عادي التاجات لو اتزادت ونزلت واحده تحت ايزي موزو، مفيش اي مشكله خالص، اصلا ده العادي بتاع التاجز ان هي توصل الاخر تنزل تحت. طيب العربي بقى، تعال نشوف العربي. بص معايا 1 2 3 4 راحوا على الشمال، يبقى انا مضطر هنا اعمل ايه؟ مضطر هنا اعمل برده نفس القصه، ادخل واقول له فلوت رايت نفس الموضوع، وبرده كل واحده هتيجي 1 2 3 4 نفس اللي انت عملته بالظبط، هي دي نفس الفكره، لكن انا هنا بقى مش عايز فلوت. تعالوا بقى نشوف الان لاين بلوك، هلغي الفلوت ده خالص. ديسبلاي ان لاين بلوك، واروح اقول له ريلود. الان لاين بلوك في العربي عمل ايه؟ باي ديفولت من غير اي تعديلات منك راح في اليمين وعمل المسافه اللي انت عايزها، وفي الشمال اهو 1 2 3 4. ليه بقى؟ لان الان لاين بلوك هو خد الدايركشن بتاعك، الدايركشن بتاعك اللي هو ار تي ال، فجابهم لك من اليمين للشمال. لكن الفلوت فاكرين عمل ايه؟ الفلوت ليفت، هو فلوت ليفت فضل على الشمال، مش هيعمل حاجه، مش هيجي يمين لو اتشقلبت، لازم انت بنفسك تحط التعديلات اللي هي فلوت رايت. طيب هاجي انا هنا هشيل خلاص اصلا العربي فاضي عشان ااكد لكم، وهنا انا قايل له ديسبلاي ان لاين بلوك، فهياخد اتجاه الصفحه، وكده عملنا فكرتنا بالظبط. وملف الار تي ال كالعاده يا شباب ايه؟ فاضي، ما فيهوش اي حاجه، عشان انا استخدمت الان لاين بلوك في الوقت اللي انا مش محتاج فيه فلوت. يبقى انت مطلوب منك بس في النقطه دي تطلع بقى انا استخدم الان لاين بلوك امتى والفلوت امتى، مش مطلوب منك اكتر من كده. طيب في نقطتين مهمين جدا قبل ما نقفل الدرس، وهو RTL file is for direction only. ممكن النقطة دي احس ان هي هاري اصلا وما كنتش عايز اقولها، بس للاسف لقيت ناس بتعملها، للاسف لازم تاخد بالك منها. ملف الـ RTL للدايركشن فقط، للدايركشن فقط، ما ينفعش في الـ RTL تحط باك جراوند لعنصر الا في حالات شاذة جدا. زي ايه؟ زي ان انا عندي عنصر البوردر ليفت بتاعه احمر 3 بكسل احمر، في العربي طبيعي ان انا اروح اقول له ان البوردر رايت 3 بكسل احمر. دي الحالات اللي انت شايفها واللي الناس قالوا لي لازم. هقول لك بقى المصيبه ان الحل ده كمان ممكن ما تحطش الالوان هناك، ممكن تقول له البوردر كلر احمر، خلاص البوردر كلر احمر، في اليمين او في الشمال هيطلع احمر. واجي بقى في الملف العادي بتاعي اقول له بوردر ويدث البوردر ليفت 3، وفي العربي هقول له ان البوردر ويدث البوردر رايت 3، وملوش دعوه بالكلر، الكلر ثابت في الملف الاصلي بتاعك. يبقى انت تستعمل ملف الـ RTL للدايركشن فقط، لقلب الدايركشن، اما التكست الايند، اما فلوت، اما البادنج تغيره، اي حاجه من الحاجات دي المفروض تستعملها في الدايركشن فقط. يبقى ما تحطش بقى حاجاتك التانيه في ملف الـ RTL، تحط حاجاتك الخاصه بالالوان والكلام ده كله في الملف الاصلي بتاعك. طيب النقطه اللي بعدها الترتيب بتاعه، RTL file after main file، ودي نقطة برضو شفت ناس عاملينها. ملف الـ RTL كان بيحطه قبل ملف الأصلي بتاعك، يعني أنا هنا
تحط الار تي ال الاول وملف الستايل بعديه. بالتالي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ملف الستايل بيبقى اقوى، فلو هنا فلوت ليفت وانت هنا فلوت رايت هتلاقي الفلوت ليفت اللي اشتغل، ودي المصيبه. وتقعد تدور هو ليه انا عدلت في العربي، ليه مش عايز تعدل؟ عشان اللي انت حاطط الستايل الاصلي بعده. بالتالي الترتيب مهم جدا ان الار تي ال يكون تحت علشان يعمل اوفر رايد على الستايل الاصلي بتاعك. كده نبقى قلنا اهم النقط، ويا رب يا جماعة تكون بسيطة وسهلة وطلعتوا بمعلومات عشان نكمل مع بعض ان شاء الله باقي الحاجة. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.